عندك كلف، عندك تصبغات، عندك مسامات واسعة، عندك حبوب، عندك آثار حروق شمس، عندك إكزيما، عندك حفر واسعة في وشك، وعايزة كل ده يتعالج بكريم كولاجين طبيعي 100%، وهتوفري فلوسك بدل ما بتروحي تشتري علبة كريم قد كده بتكون صغيرة جدا اللي هي كريم الكولاجين، بتخلص بسرعة، تبقى غالية قوي، وفي نفس الوقت مش هتديك النتيجة الفعالة اللي في الوصفة او كريم الكولاجين بتاع وصفة النهاردة. عايزة تعرفي طريقة كريم الكولاجين الطبيعي، تابعي الوصفة للآخر. اول حاجة في وصفتنا هتكون عبارة عن ايه؟ شايفين ده ايه؟ ده لبان الذكر، تمام؟ اللي هو لبان الذكر، تمام؟ ده بنجيبه من عند اي عطار، ده سحر. كولاجين طبيعي بيعمل ايه بقى في الوش؟ تفتيح فوري، زائد اثار حروق شمس بتروح، زائد مسامات واسعة بتقل وبتضيق، زائد اسمرار في البشرة سواء تصبغات او كلف او عندك اثار حبوب اللي هو بتسيب بقع بني برضو بتروح، بشرتك شحبة او بهتانة بتروح، تجاعيد بقى حوالين العين، الخطوط التعبيرية اللي هي خطوط الجبهة، كل ده برضو بيروح او هنقول بيقل كتير جدا بشكل ملحوظ فيه. وكمان بقى التجاعيد او الخطوط اللي لسه هتبتدي تظهر معانا ده بيأخر ظهورها، اللي هو ظهور تجاعيد او شيخوخة الوجه، زائد ان هو بيحفز انتاج الكولاجين في البشرة بشكل سريع جدا. فده بقى بيعمل ايه كمان؟ بيعمل تفتيح فوري، بيخلي البشرة بيضة بياض التلج وبتبقى ناعمة كده، عاملة زي بشرة البيبي. يلا بينا بقى، خلاص عرفنا فوائد لبان الذكر، يلا بينا نبتدي في ايه بقى في الوصفة. اول مكون هيكون معانا طبعا منقوع لبان الذكر. انا خدت 3 معالق كبار على نص كوباية مية. انا عايز المنقوع يكون تقيل، اللي هو يكون كده تقيل، اللي هو كل البهاريز اللي فيه، تمام؟ زي ما انتوا شايفين، بصوا اهو ده كده المنقوع بتاعنا، اول مكون. طبعا بنسيبه، بنحط المنقوع ده في مية فترة، تمام، لمدة 24 ساعة لحد ما يدينا اللي هو القوام الحليبي ده، تمام. انا جبت كريم جلايسوليد، انا جبت الكريم ده، بس انتوا تقدروا تستخدموا اي نوع كريم تاني بيناسب بشرتكم، تمام. دي بقى ايه بتاعتكم انتوا. هنفتح علبة الكريم، تمام، هنفضيها في اي علبة خارجية، بس قبل بقى ما نفضيها في اي علبة عشان ندمجها مع اللي هو منقوع لبان الذكر، اي كحول اللي هو بنرشه في ايدينا ده للتطهير بنرش العبوة دي اللي احنا هنمزج فيها الكريم. ليه بقى؟ عشان نقضي على اي بكتيريا من ان هي تسبب ان الكريم يفسد معانا. نسيب الكحول ينشف، هو اصلا بينشف بسرعة جدا. بعد ما ينشف خالص بقى نعمل ايه؟ نجيب علبة الكريم بتاعتنا ونفضيها فيه، تمام؟ هنفضيها كلها. خلاص فضينا زي ما انتوا شايفين علبة الكريم كلها اهي بقت فاضية. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب اللي هو المنقوع بتاعنا ده وهنضيف منه قد ايه بقى؟ هنضيف منه زي ما انتوا شايفين دي كده اول معلقة. هنجيب مصفى او هنجيب اللي هو فلتر القهوة، اللي هو فلتر القهوة الاسبريسو، ونحاول نصفي الخليط بتاعنا فيه، تمام، عشان انا مش عايز اي شوائب في الكريم. كده صفينا اول معلقة. احنا هنحط ايه؟ 3 معالق طعام، تمام، 3 معالق كبار. ادي كده تاني معلقة ودي تالت معلقة، بس كده، وهنصفي زي ما انتوا شايفين، او لو انتوا عندكم قطعة قماش نظيفة او شاش تقدروا برضو تعملوا الموضوع ده.
بهدلت الدنيا بس معلش. زي ما انتم شايفين اهو، خلاص حطيت منقوع لبان الذكر على علبة الكريم كاملة. هنعمل ايه بقى تاني؟ هتجيبوا نص، يعني ده شريط فيتامين اي، تمام؟ هنجيب نص شريط، يعني هيكون 2 4 6 8، هنحط على العلبة كاملة 8 كبسولات فيتامين اي، تمام؟ انا فاتحهم ومجهزهم اهو. هكمل بقية الفيتامين اي وهرجع لكم تاني كده. خلاص فضيت الفيتامين اي على ايه؟ على منقوع لبان الذكر والكريم اللي انا حاطه. طيب نقول كده سريعا فوائد فيتامين اي. فوائد فيتامين اي: بيغذي البشرة، بيجدد خلايا البشرة، زائد ان هو بيحارب تجاعيد البشرة، بيخلي البشرة دايما شكلها كده يانج صغيرة، وكمان بشرة مشدودة ونضرة، وكمان فيها اشراقة كده ولمعان، وبيمنع بهتان البشره. طيب دي كده فوائد فيتامين اي. اخر حاجه بقى معانا زيت لافندر. فوائده بقى ايه؟ بيجدد خلايا البشره، بيجري الدوره الدمويه في البشره، زائد ان هو بينقي البشره من السموم، زائد ان هو مضاد للبكتيريا، زائد ان هو بيساهم في علاج حب الشباب، زائد ان هو كمان معالج للاكزيما، زائد ان هو بيعالج كمان اثار حروق الشمس، زائد ان هو مفتح للبشرة من الكلف والتصبغات. يعني هو كده شامل، وكمان بيدي ترطيب شامل للبشرة وتغذية عميقة. يعني هو كده الوصفة بتاعتنا كاملة ومتكاملة، تمام؟ هنحط بقى منه قد ايه؟ هنحط منه على الازازة دي كلها 4 قطرات، تمام؟ 1 2 3 4، بس نزل 5 قطرات مش مشكلة. طيب كده بقى ايه، احنا خلصنا الخليط الجميل بتاعنا. هنبتدي نقلب بقى بالراحة شوية بشوية، عشان كل الزيوت دي والكريم مع المنقوع يندمجوا بشكل حلو قوي، تمام؟ هندمج بقى كويس. عايز اقول لكم كمان، لبان الذكر هو اوريدي بيسموه بلسم طبيعي لترطيب البشره، يعني هو بجد سحر للبشره. وعايز اقول لكم ان احنا مش هنكتفي بالكريم بس، ده المنقوع ده اللي هيفيد مننا، هقول لكم هنعمل بيه ايه عشان نستفيد من الكورس كامل لطبعا ترطيب البشره وشد البشره وتفتيح البشره وازاله او محاربه تجاعيد البشره او اخفاء ظهور التجاعيد. فبصوا كده هتفضلوا، يعني هياخد معاكم شوية وقت بس في الأول، بس بعد كده خلاص الموضوع هيبقى سهل لما المكونات كلها تمتزج. أنا دلوقتي هكمل بقية الخلط وهرجع أوري لكم الشكل النهائي. كده بصوا الخليط بقى عامل إزاي، بقى كريمي وجميل قوي. بصوا يعني حتى الكريم مخفش ولا أي حاجة، فما تقلقوش إنه لما نحط الخليط ده عليه المنقوع لبان الذكر يعني ما نخافش ان الخليط يبقى سايل، لا مش هيبقى سايل ما تقلقوش. طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنفضيه تاني في العلبة بتاعتنا اهو، وهقول لكم على طريقة الاستخدام وكم مرة في الاسبوع وكم مرة وقد ايه والصبح ولا بالليل، كل ده هقول لكم عليه. بس اما اقول لكم الاول هنعمل ايه بالمنقوع بتاعه اللي هو بالباقي بتاع المنقوع. بصوا شايفين الجمال، يعني كده ريحة الكولاجين باينة. المهم ده كده الكريم. طيب المنقوع بقى هنعمل بيه ايه؟ هقول لكم المنقوع هنعمل بيه ايه. هنجيب اي بخاخة فاضية، تمام؟ اي بخاخة فاضية، هنجيب القمع بتاعنا، وهنجيب الفلتر بتاعنا، وهنحط بقية المنقوع زي ما انتوا شايفين كده، هنفضيه هنا. بصوا عامل زي الحليب،
كله ينزل في العبوة، ما تسيبوش ولا قطرة، ده كولاجين. طيب المهم ده بقى هنعمل فيه ايه؟ ده نرميه؟ لا طبعا ما نرميهوش، ده نجيب تاني مية عليه زي ما انتوا شايفين كده، مقدار نص كوباية مية تانية، وهنحاول نعمل كده ونغطيه تاني 24 ساعة. بصوا بصوا اللون، يعني هتفضلوا بقى تعملوا كده لحد ما يدوب معاكوا خالص والحبيبات دي تختفي، اللي هو المهم ما يترميش لان ده فعلا كنز. طيب ده بقى نكتفي بيه كده؟ لا، هنضيف بس معاه حاجة كمان، هنضيف عليه زيت شجرة الشاي، وهقول لكم ايه فوائد زيت شجرة الشاي. هنضيف عليه 3 قطرات، بس نزلت كده 3 قطرات، ما نزودش عن 3 لان زيت شجرة الشاي قوي. اولا زيت شجرة الشاي بينشف الحبوب، وكمان بيخفي اثار الحبوب، وكمان بيضيع الحبوب، زائد ان هو بيقفل مسامات البشرة الواسعة، زائد ان هو بيساعد على طرد البثور السوداء اللي بتبقى في المناخير او في باقي الوش، زائد ان هو بيساعد على شد البشرة وتأخر تجاعيد البشرة، وكمان مضاد للبكتيريا والالتهابات بتاعت البشرة، زائد ان هو بيدي البشرة كده لمعان واشراق ولمعة حلوة قوي في البشرة، وبيمنع بعتان البشرة. فاحنا ضفنا هنا زيت شجرة الشاي عشان نستفيد من كل فوائده، وزيت اللافندر هنا عشان نستفيد من فوائد اللافندر هنا. تمام، طريقة استخدامه وهتلاقوا فرق بعد قد ايه. اولا هتبتدوا تلاقوا الفرق من اول شهر، تمام كده. بس خلينا برضو مقتنعين بحاجة، كل الوصفات الطبيعية دايما عشان نقيمها اذا حلوة او وحشة بيبان من اول شهر، ده متفقين عليه، لكن عشان تلاقوا نتيجة نهائية وفعلا تعجبكم قوي هتعملوا ايه بقى؟ بعد 3 شهور بجد تقدروا تقيموا بقى اذا فعلا الوصفة دي جايبة نتيجة ممتازة ولا نص نص ولا ما جابتش خالص. فعشان نقيم اقل حاجة 3 شهور، تمام، او عشان ما نتسرعش، يعني اهم حاجة الاستمرار. تمام، طيب دلوقتي ده هنستخدمه امتى وده هنستخدمه امتى؟ انا البتاع ده شكله عاجبني قوي، لازم احط منه، لا لازم احط كمان في بشرتي وبعد كده هغسله، مع انه ما ينفعش نتعرض لشمس خالص. تمام، بصوا يعني انا حاسس ان بشرتي كده ايه بتتنفس. المهم يعني بصوا الحلاوة، بصوا الجمال، بصوا شايفين شايفين الحلاوة. المهم طيب كفاية هزار، استخدامه بقى، اولا ده هنستخدمه كل يوم بالليل قبل النوم بس، يعني نغسل وشنا بالغسول المناسب بتاعنا. بعد كده بعد غسيل الوش بنعمل ايه؟ بنرش، زي ما قلت لكم لازم اجرب ما بقاش كريم، بنرش اللي هو التونر، تونر الكولاجين بتاعنا، بنرشه بنسيبه ينشف طبعا زي ما علمتكم، طبطبه على البشره وتحت العين وحركات دائريه، تمام، وبرده الرقبه واحنا معديين كده ناخدها بالمره. تمام، بعد ما ده هينشف بعد ما غسلنا بالغسول وحطينا التونر بتاع الكولاجين وينشف على البشره، نمسك بقى الكريم الجميل قوي ده. بصوا شايفين بجد شكل البشره جميل ازاي، يعني حاجه كده جميله. المهم هنحط منه وبعد كده ايه ننام بقى. وزيت اللافندر كمان هيعمل ايه؟ هيساعدكم على الاسترخاء كده، وهيمنع القلق والتوتر وانتوا حاطينه على بشرتكم، يعني هو حاجه كده كامله وشامله ومتكامله. طيب ده زي ما قلنا كل يوم قبل النوم، ده بنستخدمه يعني هقول لكم بعد ما نغسل وشنا كل غسله وش. تمام، احنا المفروض نغسل وشنا 3 مرات في اليوم، مرة الصبح، مرة بالليل، مرة في نص اليوم. تمام، طيب اول حاجة ده بقى نعمل فيه ايه؟ كل غسلة وش بس، لو هتنزلوا وتتعرضوا لشمس بلاش، لان ده كده هيجيب نتائج عكسية او سلبية. تمام، لازم نبعد عن الشمس تماما، بس لو عايزين نحطه الصبح الاول هنغسل وشنا، نرش التونر بتاعنا ده، بعد ما ينشف نحط كريم سان بلوك واقي الشمس، لازم جدا عشان لو ما حطيناش بدل ما هيفتح هيسمر.
تمام. لكن لو هتقعدوا في البيت او مش هتتعرضوا للشمس، رشوا عادي منه بعد كل غسلة وش، بس اهم حاجة قبل النوم نستخدم الاتنين دول سوا، وهتدعولي وهتلاقوا نتائج هتبهركم والله. اما الناس بقى اللي هيسالوني ويقولوا لي هل ممكن الكريم ده يفسد ولا لا، مش هيفسد، لان اول حاجه لبان الذكر ماده حافظه طبيعيه، زائد زيت اللافندر برضو ماده حافظه طبيعيه، فعمره ما هيفسد حتى لو قعد سنه او سنتين بره الثلاجه، او حتى يعني بدرجه حراره الجو، فما تقلقوش خالص من الموضوع ده. حتى التونر مش هيفسد برضو، وعادي تقدروا تحتفظوا بيه بره التلاجة، بس لو انتوا عايزين تحتفظوا بيه جوه التلاجة عشان يبقى بارد، لان البشرة بتحب البرودة، تمام. ليه بقى؟ لان ده بيساعد على شد البشرة اكتر، فمفيش بقى مشكلة ان انتوا تحفظوا ده في التلاجة بس كده. وعايز اسمع كل التجارب بتاعتكم بعد ما تستخدموا كريم الكولاجين السحري ده. فده كده كان وصفة النهاردة. لو عجبكم بقى الفيديو او استفدتوا منه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك كتير، شير اكتر، سبسكرايب، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد القناة. اشوفكم في وصفة جديدة وحلقة جديدة. سيو، باي باي.